والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المادة لغة الجميلة الصف الخامس الابتدائي فصل الدراسة الأول عنوان الدرس الاستراتيجية الغرائية. قبل أن نبدأ في الدرس الجديد نذكر وإياكم أعزائي الطلاب ما أخذنا في الدرس السابق وهو الأسلوب والصنف اللغوي. أخذنا في الأسلوب اللغوي ما أوله أل، فنقول مثلا يا أيها المدير، فهنا لابد من الإتيان بأيها لنداء ما أوله أل، ولا يصح قولنا يا المدير. وأخذنا أيضا في الصنف اللغوي جمع المذكر السالم، فقلنا مثلا صار جق جمعها صاجقون، جمعها صاجقون، وهكذا في الدرس السابق. الاستراتيجية القرائية، لقراءة نص ما قراءة مركزة تمكنني من حفظ معلوماتي واسترجاعها عند الحاجة، عليك باتباع خطوات خمس هي كما هو أمامكم أعزائي الطلاب لقراءة مركزة وحفظ معلومات النص واسترجاع عند الحاجة. عليك أن تستطلع النص بالمقام الأول ثم أسأل ثم أقرأ ثم أستذكر ثم أراجع. هذه تسمى الاستراتيجيات الخمس في الاستراتيجية القرائية لحفظ المعلومات واسترجاعها عند الحاجة. إذن أولا أستطلع، ما هو الاستطلاع سيأتيكم إن شاء الله لاحقا، ثم أسأل ثم أقرأ ثم أستذكر ثم أراجع. أولا في هذه الوحدة سنتدرب بإذن الله وإياكم إن شاء الله على الخطوة الأولى استطلاع. السؤال، ما هو الاستطلاع وما أهميته وكيف أستطلع النص؟ إذن ما هو الاستطلاع وما أهميته وكيف أستطلع النص؟ لاحظ أعزائي الطلاب في الشريحة القادمة مجموعة من الطرق لتساعدنا على استطلاع النص. الاستطلاع هو قراءة سريعة لأجزاء النص البارزة كالعنوان، العناوين الجانبية، السطر الأول من كل فقرة، الكلمات البارزة، الرموز والصور، والجداول أو الجداول المصاحبة للنص، وذلك لأخذ فكرة عامة عن النص. أهمية الاستطلاع هي القارئ نفسيا وعقليا لفهم النص، من تمهيد لفهم النص وحفظه. هذا من أهمية الاستطلاع، يجعلك تتعرف إلى المعنى العام للنص وأفكاره الرئيسية. كذلك المهد الخطوة القادمة لأسأل، عندما تقرأ نصا ما وتستطلعه يهيئ الطالب والقارئ إلى الخطوة التالية التي هي أسأل. أعيد،
الاستطلاع وقراءة سريعة لأجزاء النص البارزة، العنوان عنوان جانبي يسر الأول من كل فكرة. طبعا الفكرة هي النص يكون مكونا عن عادة من عدة فكرات، فكرة تبدأ من أول النص تنتهي بالنقطة علامة الترقيم النقطة. عندما تنتهي النقطة هذه يبدأ سطر جديد، هذه فكرة جديدة. أنت تقرأ السطر الأول من كل فكرة. كيف استطلع النص؟ نلاحظ، ألقي نظرة سريعة إلى أجزاء رئيسية كما قلنا، العناوين والسطر الأول، العناوين الجانبية، كلمات بارزة، الرسوم والجداول والصور المصاحبة. إذا لم يكن النص عناوين جانبية، أضع عنوانا لكل فكرة، عنوان فقرة بمثابة الفكرة الرئيسية لها. بهذا أكون قد عرفت عن أي شيء يتحدث النص وعن أي شيء تتحدث كل فكرة. فنقول مثلا أخذت كتابا وفتحت صفحة منه لا تعلم عن ماذا تتحدث. إذا استطلعته ولم تقرأه كاملا ستعرف الفكرة الرئيسية لهذا النص. نقول الآن نستطلع نصا وإياكم بعنوان الخلق لمصطفى لطفي الفلوطي، ثم بعده نتحاور جميعا ونتناقش عن كيفية الاستطلاع. مفهوم الخلق، الخلق شعور الإنسان بأنه مسؤول أمام نفسه عما يجب. لاحظ عزيزي الطالب أن هذه فكرة كاملة، هذه فكرة كاملة. لذلك لا أسمي الكريم كريما حتى تتساوى عنده صداقة السر، أو عفوا حتى تتساوى عنده صدقة السر وصدقة العلانية، ولا الرحيم رحيما حتى يبكي قلبه قبل أن تبكي عيناه، ولا العادل عادلا حتى يحكم على نفسه حكمه على غيره، ولا الصادق صادقا حتى يصدق في أفعاله صدقه في أقواله. لاحظ هذه الفقرة الأولى، قلنا في طريقة الاستطلاع تقرأ السطر الأول من كل فقرة، سنقرأ السطر الأول من كل فقرة. الضمير وأثره في الخلق، لا ينفع الإنسان أن يكون مانعه نشر خوفه من العقاب، وإنما ينفعه أن يكون ضميره هادئا، أو أن يكون ضميره هاديه الذي يهتدي به في طريق حياته. فالضمير عندما يكون هادي الشخص الذي يهتدي به في طريقه سيكون مؤثرا في خلقه. هذه فكرة ثانية، لاحظ الفكرة الأولى، الفكرة الثانية. الفكرة الثالثة، مظاهر الأخلاق الطيبة. ما نقرأ السطر الأول فقط، الخلق هو الدمعة التي تسيل في عين الرحيم كلما وقعت عينه على منظر أو على منظر الفقر والشقاء. هذا يتحدث عن مظاهر الأخلاق. إذن الآن نستطيع أن نعرف من خلال هذه الثلاث فقرات عن ما هو أو عن ماذا يتحدث هذا النص. فعند الاستطلاع كما أخذتم، أولا أقرأ الأجزاء الرئيسية، العناوين، السطر الأول من كل فكرة، الصور والرسوم. هذه فكرة رابعة، الخلق. وخلاصة القول أن الخلق هو أداء الواجب لذاته بصرف النظر عما يترتب عليه من النتائج. الفكرة الأخرى تتحدث عن الخلق. الآن لدينا بطاقة للاستطلاع كما سبق وقلت لكم. السؤال، هل قرأت عنوان النص؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت استطلعت جزءا من النص. قرأت العناوين الجانبية؟ إذا كانت الإجابة نعم فأنت أيضا استطلعت جزءا من النص. ساعدتني العناوين الجانبية في معرفة الأفكار؟ إذا كانت العناوين الجانبية التي كهكذا بجوار النص، هل ساعدتك في معرفة أفكار النص؟ كانت الإجابة نعم فأنت في الطريق الصحيح في الاستطلاع. عرفت عن أي شيء يتحدث النص، هنا تبدأ في عملية فهم النص. لم يأخذ الاستطلاع مني وقتا طويلا،
كل من بحسب قراءته سريعة أو بطيئة. هنا ملحوظة، ليس المطلوب في الاستقلاء أن أعرف كل شيء في النص، وإنما المطلوب أن أخذ فكرة عامة على النص، لذلك يتم الاستقلاء في وقت قصير جدا. دائما عندما تريد أن تشتري كتابا أو مجلة أو قصة لابد من الاستقلاء قبل الشراء، لأن بالاستطاعة تفهم أفكار هذا الكتاب وما فيه، فالاستطاعة مهم جدا لمعرفة ما يدور في الكتاب أو النص. الآن لدينا خريطة للأفكار الجانبية، الأفكار الجانبية في نص ما. نقول مثلا هنا في النص لدينا أفكار جانبية نريد توزيعها على كل فقرة، ألاحظ الآن: العنف، إنكار الجميل، الرفق بالحيوان، اللطافة والحنان. لاحظ، وجد، ونقول قبل أن نقرأ النص لابد أن نفهم أن لكل فقرة عنوان جانبي. وجد ولد سلحفاة تزحف في الحديقة، وعندما حملها أدخلت السلحفاة رأسها وأطرافها داخل ذرعها خوفا من الولد. الآن هذه، فأخذ الولد عصا وأراد فتح الدرع بالقوة، فقال له أبوه: هذه الطريقة لا تجدي. أخذ الأب السلحفاة ووضعها قرب المدفأة، وبعد قليل أخرجت السلحفاة رأسها وأطرافها من الدرع وزحفت على الأرض بهدوء. قال الأب: الناس يا بني كالسلحفاة، فلا تحاول إرغام إنسان على فعل شيء، بل لاطفه وأظهر له عطفك تجد أنه يفعل ما تريد. الآن لدينا العنف، إنكار الجميل، الرفق بالحيوان، اللطافة والحنان. هذا الولد عندما وجد السلحفاة أخذ عصا وأراد فتح الدرع بالقوة، يسمى ماذا؟ نعم أحسنت، يسمى عنفا، فهو العنف. أخذ الأب السلحفاة ووضعها بقرب من المدفأة وأخرجت رأسها وأطرافها وزحفت بهدوء. ماذا يسمى هنا؟ يسمى في الأفكار الرئيسية لهذه الفكرة تسمى الرفق بالحيوان. قال الأب: الناس يا بني كالسلحفاة، فلا تحاول إرغام الناس، بل لا تفه وأظهر له عطفك. هنا أحسنتم، كما هو ظاهر هنا، اللطافة والحنان. الفقرة الأخيرة يقول فيها صاحب النص: نفذ الابن وصية أبيه وعاد محاولا فتح درع السلحفاة بلطف وعطف، وعندما كرر المحاولة أخرجت السلحفاة رأسها وأمسكت يده بفمها، فصاح الابن وتألم ولم تتركه السلحفاة إلا وقد هشمت يده. فقال الابن: أهذا جزاء العطف واللطف؟ حقا لا تصنع المعروف في غير أهله. هنا الآن فكرة رئيسية لهذا تتمثل في إنكار الجميل. طبعا الآن عنوان النص هو كما أسلفنا وفهمتم من النص: الإبن والسلحفة. الآن نضع عنوانا لكل فقرة، وأريد منكم أعزائي الطلاب أن تفكروا في عنوان مناسب لكل فقرة. يحكى أن ولدين طامعين كانا يتنزهان في طريق بين البساتين الجميلة، وبينما هما يسيران ويتحدثان مر بهما
فلاح يجر حماره، يحمل عليه نتاج بستانه، وبيده تفاحة، وبيده تفاحة. نلاحظ الآن الصورة المعبرة، ولدان وهنا حمامة وبستان. النظر إلى الصور المعبرة دليلك لفهم النص. الآن الفقرة الثانية: كان الفلاح كريما فلما شاهد الولدين سلم عليهما وقدم لهما التفاحة ومضى مستعجلا وهو يظن أنهما صديقان يحب أحدهما الآخر وأنهما سيتقاسمان التفاحة بالتساوي. هذه فقرة ثانية. الفقرة الثالثة والنظر ونشاهد الصور التعبيرية: الرجل بحماره الذي يحمل عليه نتاج بستانه، وهؤلاء الولدان ينتظران التفاحة. قال الولد الذي أمسك التفاحة: إنها لي. وقال الآخر: إن الفلاح أعطانا إياها جميعا، ولو أعطاك إياها وحدك لقال هي لك، وأراد أن ينتزعها منه، وتنازع طويلا، وكان كل واحد منهما يريد هذه التفاحة. الآن لدينا ثلاث فقرات هنا. نلاحظ أن الفقرة الأولى عنوانا لها هو تنزه الولدين، تنزه الولدين قبل أن يخرج الفلاح لهما بالتفاح. الفقرة الثالثة: كرم الفلاح عندما أخرج لهما التفاحة وأعطاهم إياها. الفقرة الثالثة يناسب هذه الفقرة عنوان: نزاع الولدين بسبب التفاح. نلاحظ أعزائي الطلاب أن لكل فقرة عنوانا خاصا بها، يساعد هذا العنوان الذي تضعه بجانب كل فقرة لفهم النص وعدم نسيان. الآن تخيل عزيزي الطالب لو حذفنا كل فقرة، نلاحظ نعيدها كما كانت بدون، هكذا يكون النص طبيعيا بدون إضافة منك، هكذا يكون النص في كتاب أو مجلة أو قصة، لا يضعون له عنوانا جانبيا، ولكنك إذا وضعت له عنوانا جانبيا ثبته في ذهنك فلا يخرج منها، وهذه العناوين تساعد في فهم النص وكذلك استذكاره عند الحاجة إليه. هنا الآن الفقرة الرابعة من هذا النص: اتفق أن يحتكم إلى أول إنسان يمر بهما، ولكن كل واحد منهما كان يفكر بحيلة ليأخذ التفاحة كلها لنفسه، وطال انتظارهما ولم يمر بهما أحد، وأخذا يتشاجران ويتعاركان حتى سقطت التفاحة منهما. حاول كل منهما التقاطها في أثناء الشجار، ولكن التفاحة تهشمت تحت أرجلهما واختلطت أجزاؤها بالتراب. الآن هذه صورة تعبيرية لهذه المشاجرة على التفاح. مر عند ذلك رجل ففصل بينهما وسألهما عن سبب الخلاف، فلما قص عليه القصة وهما يتألمان ضحك منهما وقال: هذا جزاء الطمع، ولو أحب كل منكما الآخر لاستفاد، لا يؤمن. ثم قال لهم الحديث كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الرجل الحكيم، هذا الرجل الحكيم وهذا الولدان وهما يستمعان إليه. فقرة، الفقرة الرابعة بعنوان ماذا؟ بعنوان تشاجر الولد وتهشم التفاحة،
أما الفقرة الأخيرة نعم كما قلتم الرجل الحكيم أو حكمة الرجل أو جزاء الطمع أو جزاء الطمع. هذا أعزائي الطلاب مجموعة من قواعد الاستطلاع في الاستراتيجية القرائية، عندما تذكر عندما تريد قراءة نص ما تذكر أن عليك 5 خطوات حتى تثبت المعلومة في ذهنك. أخذنا الأولى الخطوة الأولى وهي استطلاع، فالاستطلاع أعيدها لكم، الأول بالنظر إلى العناوين وبالنظر إلى العناوين الجانبية والصور والرسوم المتعلقة بهذا النص، والسطر الأول من كل فقرة. أعيد لكم أن الفقرة هي التي تبدأ من أول السطر وتنتهي بالنقطة، وتنتهي بالنقطة، هذه تسمى فقرة، ولكل فقرة عنوان جانبي. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.